مرحبا بجماهير النادي الافريقي. اليوم باش نتحدثوا على وضع النادي الافريقي بعد ما اسبوع اتصلوا بنا عديد الجماهير من النادي الافريقي على موقعنا الخاص وطلبوا منا باش نعطيوا راينا فيما يخص النادي الافريقي. حاولنا دائما باش نكونوا ايجابيين، حتى في تحاليلنا الفنيه للمباريات رفعنا من معنويات النادي الافريقي. حاولت باش نبعد على اني نقيم النادي الافريقي كاداريا وتسييريا ونجاحه على المستوى التسييري والإداري، حتى لا يقال أننا بار أو يصطاد في الماء العكر. نعرف العقلية التونسية والعقلية العربية لا تقبل النقد فيما يخص نجاحك أو فشلك في العمل. حاولت ديما باش نكون بجنب النادي ومشاكل النادي تتحل في النادي، ولكن ما يحصل حاليا في النادي الإفريقي أقول الكارثة، وإذا كانت هناك كلمة أكثر من الكارثة قادر على أن أوظفها كنت وظفتها. للأسف باش نكون اليوم باش نحكي فنيا، يعني باش نحكي كأني قاعد مع إدارة ونحكي على مشروع رياضي، يعني حتى يفهموا الجماهير نجاح النادي الإفريقي أو فشل أو لماذا نعيش الفترة هذه. للأسف قلت في عديد الفيديوهات أن نحب جمهور النادي الإفريقي، نعرف جمهور النادي الإفريقي جمهور صادق، الجمهور اللي يتصل بيك الساعة 12 تاع الليل ولا 11 تاع الليل ويكتب لك ويحكي لك عن النادي الإفريقي، يفكر في النادي الإفريقي أكثر من عائلته، هو الجمهور الصادق، الجمهور اللي يعيش بإحساسه بمشاعره. ولكن ما نجموش نقسمه، نحس في تقسمات، قلت جماعة مع فلان، جماعة مع علان، جماعة تقول هذا نجح هذا يفشل حسب الارتباطات نتاعهم وحسب عاطفتهم. النادي الافريقي لا يحتاج الى العاطفة، النادي الافريقي يحتاج الى الواقع. النادي الافريقي مؤسسة وشركة ونادي عريق له ماضي وحاضر ومستقبل. النادي الافريقي موش اسم اشخاص او اسم اشخاص، النادي الافريقي تداولت عليه عديد الاشخاص ومشاو تركوا بصماتهم. النادي الافريقي هو النادي الافريقي. باش ندخل مباشره فيما حصل في النادي الافريقي، وانا استغرب علاش الجماهير حاليا مستغربه من الواقع هذا. قلنا التحضيرات اللي قام بها النادي الافريقي، نبداو رئيس نادي. رئيس نادي في تاريخ كره القدم ما شفتش ينتدب في الفيسبوك كل جمعه كل 3 ايام تحل تلقى صباح الخير أو جاب لك لاعب من فلان. وانتم كجماهير الأغلبية نقول كانت نشوف لي معناها التعليق، الناس تقول ويا معلم وغمض عينيك روتانا بين يديك، معناها خديناها معناها هاو جاب لنا لاعبين، ماهيش معناها كيفية لاعبين. رئيس النادي اللي ينتدب، هناك من أقنع رئيس النادي تنحكي عليها أنه ما تستحقش مدير رياضي، ما تستحقش تسيير، راهي البطولة في تونس جيب جوارات بالفلوس وتوت أخوها، وهذا من الناس نحب نعرفهم وأنتم لازم تعرفوهم لأنهم هم من أغرقوا سفينة النادي الأفريقي. رئيس نادي عنده ايجابياته برشا ايجابيات، وظف اموال، ولكن الاموال هذه لم توظف حقيقه. هو عنده، انا حسب ما قعدت مع سليم ريحان، هو عنده فكر يعني ممكن قريب، يعني فكر حب يعمل الشركه والمؤسسه كما في انجلترا، ولكن كفني ما قدرش عليها لانه لازم ناس عندها خبره في المجال. الفلوس اللي تحطت ما مشيتش بالمشروع اللي هو في فكره، فلوس كبيره تمشي 10 فرق، فلوس كانت تقدر أن تخلي نادي الإفريقي لفترة 20 سنة مهيمن، طلع لاعبين، أكاديمية تخدم، وأكاديمية تبيع جوارات، وأكاديمية تصنع جوارات، و و و ما صنعناش وهذا. يعني باش نفهم وراو هل نجحت الناس اللي خدمت في نادي إفريقي ولا لا، بعيد على الفيسبوك وبعيد على الإعلام وبعيد، باش نقيمه. والعملية عملية علمية، لغة القدم تتكلم لغة واحدة. البايرن وليفركوزن وباريس سان جيرمان وريال مدريد عندهم منهجيه. اش معناها المنهجيه نتاعهم؟ المدير الرياضي اللي باش يخدم يخلي للمدير الرياضي اللي باش يجي من بعده منهجيه باش يمشي عليها باللغه الالمانيه ستركتور باش يمشي وراها، ما يجيش هو واحد جديد ويعمل، ولا المنهجيه دي تكون معموله مسطره على 10 سنين. شوف البارسا حتى في المدربين، شوفوا المدربين كيف المدرب المساعد يولي مدرب يولي هو المدرب الرئيسي، معناه يحضروا حتى المدربين باش تكون نفس الفلسفه، لانه الفلسفات كي تكثر تغرق ما تنجمش، ماهيش علم راي الكوره. نفس الفلسفه، شوف البارسا من عهد كرويف اللي اسس البارسا قاعده تمشي بنفس الستركتور بنفس المنهجيه بنفس ما هو موجود من تسيير ومن اداره ومن نحن كل واحد هو العالم وهو اللي يقدر وهو اللي يعرف. رئيس النادي حتى انتوما باش نعطيكم الجزئيات، انتوما شفتوا رشيد الناطق الرسمي بتاعنا مسكين تعب، ما عرفش يعمل، كل مره لقى في بقعه، تكثرت عليه الادوار، همشت الادوار، ما ثماش
مدير رياضي السلامي مع احترامي ليه ما شفتوش انا. السلامي كان قادر باش يكون اعلاميا، هو الاعلام معناه يظهر اعلاميا، يدافع عن النادي الافريقي، يتكلم فنيا، يتكلم حتى مع الجامعه، يربح الاعلام ما فماش. الناطق الرسمي شوفوا كان في رشيد، فرع رئيس فرع كرة القدم والله ما نعرف، اقسم بالله هاني الكل في دمي ما نعرفوش. الناس هذه ما نعرفهاش، ليش النادي الافريقي ماهيش نتاع النادي الافريقي. دي نادي افريقي عنده 6 اسماء تخوف، ما نحبش نذكرهم. 6 اسماء ولاده كاطارات تخوف من فكر وثقافه ومنهجيه تخوف، قادره باش تسير منتخبات. نادي افريقي اللي يملك قيس، واللي يملك سمير سليمي، واللي يملك عادل سليمي، واللي يملك عبد الحق لامي، واللي يملك منتصر وغيره وغيره، كان باش يمشي لبعيد بالنادي الافريقي. وبسام الماهري غريبه، شكون اللي يخدم في النادي الافريقي؟ شنية التكوين والكره والقرايه نتاعه وخبرته وتسييره، مثل ما حد شيء. فريق يدخل فريق يقوم بتحضير، نحطوا فلوس، نجيبوا لاعبين مصابين ماهوش حاضرين ونعطيهم فلوس، معناها غريبه، معناها شيء مضحك مبكي في نفس الوقت. نعطي فلوس باش نجيب لاعب مصاب وماهوش حاضر. اللاعب هذا اللي كان يلعب في اوروبا مو يعرفش معناها في اوروبا، ترانا عايشين فيها. في اوروبا راك عطاء وحاضر، ما ناخذك الا حاضر، مثلا ماهيش ناخذك يعني، انت جبناك مش حاضر، مصاب وما قدرناش نحضروك، مصيبه يعني. حتى التحضير ما حضرناش، دخلنا البطوله هاو ناقص فيزيك، هاو ناقص كذا، هاو ما شنو هي الحكايه يعني؟ هل ثم ناس تحضر ثم وتسمع طاقم، تشوف طاقم من هنا لغادي، هل الناس هذه مؤهله؟ معناها غريب في الامر، ما حضرناش اللاعبين ذهنيا وفكريا و و و بن مصطفى. انا ما معناها تعرفوا رايي من عام ناول، قلت وبرشا من الناس تغشت كي قلت رايي، راهو يعمل في اغلاط راهو كذا. وين المنافسه؟ وين الحراس اللي نتاع النادي الافريقي اللي هي معاه على الاقل؟ ثاني حاجه، وين المدرب النفسي اللي هو نسموه معناها مينتال ترينر، بسيكولوجي ترينر، اللي هو يخدم معناها باش ثم لاعبين تدخل فيها فتره شك يخرجها من الشك، تيخا فلوس نرميو فيها هكا وهكا بيعت. ولا هذه كل ما تكلف معناها نحكيو على التنظيم والتسيير كمعدوم، فلوس نرميو فيها، لاعبين نجيبو فيهم بالملايين، ما فهمتش حتى شيء يعني. ما عندكش لا 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 لا, لا مينتال ترينر، لا عندك انديفيديوال ترينر اللي هو يشد لك المجموعه اللي ناقصه في الكوره ويقواها يحضرها المدرب. للطاقم ما ثماش، ما ثم حتى شيء. انت مالا باش داخلين البطوله؟ معناها نحب نوجه لكم يا جمهور نادي افريقي، رانا ماناش مستبعدين باللي صار، اللي تشوفوا فيه حاليا كنا متوقعين، علاش مستغربين؟ ثم هناك من دافع على المدرب سانش، وهناك من رفض. انا كنت من الرافضين، مش نكون ما رجعش في موقفي ونكون واضح، لاني الفلوس اللي تحطت لازمك تفهم. وراه انا اتحدث لاني عشت في دول غربيه وفي دول شيوعيه. راهو في صربيا منتخب صربيا 20 سنه واخذ كاس العالم ضد البرازيل. راهو في صربيا الفلوس اللي حطها نادي افريقي يخدم 6 فرق بروفيسيونيل تلعب الشامبيونز ليج في اوروبا. معناها الناس كيفاش تخدم، الناس هذه كيفاش تخدم وكيفاش تأطر وكيفاش تمشي لبعيد وكيفاش تقدر باش تنجح النجاحات. معناها كي نجيب حارس في قيمة بن مصطفى ونلقاه موش حاضر وما لقاش حاضر ذهنيا ونخسره ذهنيا ونخسره كل شيء، وما عندكش انت باش تحضر اللاعبين هذوما، معناها سؤال، الفلوس هذه اللي نرمو فيها الهم الكائل، الهم هذايا بتاع الفلوس، اشني معناها الغاية بتاعه؟ يعني انا شوف توظيف الاموال كان توظيف سيء جدا، لاني بالاموال هذه كنا نصنع نادي الفريقي لفتره 20 سنه، اكاديميه من اقوى الاكاديميات في تكوين الشبان، اكاديميه تمول، اكاديميه تصنع لاعبين، فريق فيه 20 22 لاعب في نفس المستوى، احتكاك لاعبين جات ماهيش حاضره. دخلنا البطوله، المدرب زاد عاش ظروف صعبه، هاو باش نقيلوه يربح مبارتي، هانا ثبتناك، تيخرج هو من الطرح، تخرجنا الراجل. حتى وانا قلت راهو الاقاله نتاعو كانت لابد ان تكون بعد البطوله، بعد ما خدينا البطوله نكرموه، لانه تعرفوا عملنا ولا نرجعوا بارتي ليتوال، نرجعوا بارتي الترجي، نرجعوا بارتي مارسا، جابس البارتيات ما تصرفناش فيها، والبطوله خديناها بصعوبه، وليتوال ما لعبتش بارتي، و و و الفلوس اللي تحط راه لازم تكون هارب 7 8 نقاط، فماش كلام. معناها المدرب هذا كنا نكرموه، وفي فترة الإعداد اللي هي في جوان نجيبوا المدرب الجديد باش يلعب 12 مباراة ودية ولا 15 مباراة، ويدخل كأس شمال أفريقيا اللي هي أعطتنا الضوء الأحمر، معناها راهو الفريق مش حاضر. ثم من بعد ما ثبتنا المدرب قعدنا كل مرة نخرجوا فيه من المنظومة، يا ولدي هاك قعدت، يا ولدي هاك باش تمشي. حتى اللاعبين ما ينجمش لاعب باش يعطي المدرب عارفه باش يمشي، معناها نحن فوضى بكل معايير. الحكم الاستبدادي ما ينجمش يكون في كرة القدم. ثم باش نرجع للمنظومة، باش نحكي حاجة للجماهير. تعرفوا اللي عادل سليمي كان مقترح ك ك
كمدير رياضي، وباش نفهم باش نعطيكم من الاشياء اللي تبكي. عادل السليمي قدم برنامج، وانا نحترم عادل السليمي في حاجه واحده، لانك لما تكون قوي عمرك ما تخاف من الناس اللي عندها باجاج، والناس بالعكس القوي تخدم على الناس اللي فاهمه كوره. كي انا نشوف النادي الافريقي فيه خمسه اربعه قويين، النادي الافريقي راه يولي احسن فريق. اما كي يجي واحد ويحب يقصي المجموعه ويحب يجيب ناس ماهيش مؤهله، ما تنجمش تمشي بالنادي الافريقي، تمشي بيه فتره عام 6 شهور ما تنجمش تمشي لبعيد. عادل السليمي، وهذه نحكيها احقاقا وتقديرا، اتصل بيا في رمضان بتوقيت فيينا الساعه 2 بالليل، وكان حديث بسيط. معناها فهمت انا من الراجل هذا راجل يحضر في 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 طريق النادي الافريقي، في مناجير النادي الافريقي، وكان متحمس. ونعرفه عادل راهو لعب في فرنسا وفي رايبورغ وعنده فكر اوروبي وكان متحمس جدا. لكن علاش معناها عادل بدا يتصل بالناس؟ يكفي انا اقول ما النادي الافريقي بالنسبه لي نبقى محب، لكن يكفي انه يتصل بالناس اللي هي تنجم تفيد النادي الافريقي حتى بالراي. راني من حاجتي راني نفيدك حتى بالراي، نعطيك حتى معلومه، نفيدك حتى باتصالات في اوروبا بلاعبين ما يكلفوش، نفيدك بحاجات. معناها انت ممكن ما عندكش، معناها اتصاله جعلني نحترم الشخص هذا. عادل السليمي كان عنده شرط، انه هو يكون اللي يسير النادي الافريقي. الاختلاف انه السيد سليم الرياحي رفض المنهجيه هذه وقال لا، ما ينجمش يكون مدير رياضي يتصرف، وهذه غلط، لانه المدير الرياضي اذا ما يتصرفش باش يكون شكلا كما نشوفه حاليا، راه ما تنجمش تمشي المنظومه، لانك انت رئيس نادي، توظيف الاموال البوس، ثم الناس اللي باش تخدم المدير الرياضي هو اللي باش يخدم مع مجموعه، يجيب مجموعه قويه ومجموعه ثقيله الوزن باش تنجح النادي الافريقي. ما يحصل في النادي الافريقي، نحكيو على الفرق، علاش فشل النادي الافريقي؟ لاني كانت سياسه، قلت انا في اخر تحليلي الفني لتقييم موسم 2015 2014، قلت باش نعطيو نجاح النادي الافريقي باش نفهموا منتصر باش نفهموا سي سليم الرياحي، باش ما نظلموش منتصر باش ما نظلموش سليم الرياحي، لابد ان تكون الحقائق. ماذا شوف الكلام، نتذكر الفيديو، قلت ماذا شنو اللي حصل بين سليم الرياحي وبين منتصر في التفاهم في سياسه النادي الافريقي. ثم رئيس نادي ممكن يجي المنتصر يقول يا منتصر ولا يا قيس ولا يا سمير ولا يا عبد الحق، انا نحب في عام باش نهز البطوله، معناها تفرض علي انت، ما عادش فيها لا تكوين ولا اكاديميه، طف نجم نجيب اليوم نتحاسب وننجح وما نجحش نفيد ناخذ بطوله. او ثم رئيس نادي يقول لك لا، نحب بطوله ونحب تكوين ونحب ستركتور ونحب بناء نادي ونحب ونحب. معناها كان الاتفاق كان على عام، راه منتصر نجح في مهمته. كان سليم الرياحي قال منتصر نحب التكوين ونحب اداره قويه ونحب سياسه 10 سنين، وحتى كي تمشي انت تخلي لي منهجيه، يعني منتصر فشل. معناها علاش قلت لك الاتفاقيه ما كانتش واضحه، ولهذا تاه منتصر وتاه الرياحي وتاه النادي الافريقي، ولم يجد عادل السليمي المكانه. وقيس لما كان مقترح كمدرب، يعني حب معناها باش يخدم في النادي الافريقي كمدرب او كمدير رياضي او غيره، يعني وجوه عديده، بسام المالي، ناس معناها عندها وزن وثقل مشات، ناس اخرى موجوده لا علاقه لها في كره القدم، انا نعتبرها كبعدي من فيينا لتونس وكلامي مسؤول عليه. نادي افريقي يعيش فوضى، فوضى رغم الاموال، غريبه، فلوس وفوضى، عمري ما شفت انا فلوس تعمل نظام، الفلوس تعمل نظام ويزمك تتصرف فيها وتحكم، تعرف قيمة اللي باش تخرج يزمك تحكم وتعطي سياسة، والانضباط نتاع اللاعبين، الواحد ما يحبش يلعب على الكونستراز اللي هي فهمتني العشب الاصطناعي، والاخر هاو سافر يا ناس راكم في مؤسسة، راهو في الاوروب نحب نقول لجمهور نادي افريقي، راهو الناس تجي 9 نتاع الصباح، راهي تخرج 9 نتاع الليل، يعمل الفروشتيك فطور الصباح، ويعمل ميتا قسن فطور نص النهار، ويترينا بمعدل حصتين، وعنده حصه تطبيقيه وحصه كذا، ويتعشى ويروح، خاطر تاخذ فلوسك هكاك جاي باش تعمل ساعتين ولا 4 سوايع وتحوس ووزن زايد، واحد يحوس في فرنسا والاخر يحوس في بلجيكا. معناها الانضباط والمجموعه اللي باش تختار كمدربين وكطاقم، ما ثم حد شيء، يعني ضخمنا عملنا ديكور، هانا فلوس وهانا كذا، وفشلنا في الصميم نتاع بناء النادي. هذا نحب نفسر لكم، راهو بناء النادي كرويف كي بنى برشلونه بناها على فتره هاك تشوف 30 سنه وهي تمشي، المدرب المساعد يولي مدرب رئيسي، شوف القوه، شوف انت، شوف سياسه البرسا كيفاه، المدير الرياضي اللي يمشي يخلي المدير الرياضي المنهجيه تمشي، مش واحد يجي يحب يلعب بالشبان الاخر يلعب بالكبار الاخر كذا الاخر، معناها تقسمت الادوار. حبيت نقول لكم راهو النادي الافريقي يعيش الهواية في ظل أكثر من هذا ما نجمش نقول، ولهذا على رئيس نادي أن يعالج نفسه، يشوف نفسه. راك رئيس نادي مش معناه بفلوسك راك باش تحط فلوس، مرحبا بيك، باش تخلي ناس تسير وخلي ناس الإداريين والفنيين وكذا وتعطيهم الصلوحيات
وهم حاجه اخرى رئيس نادي كيعطي الفلوس راهو ما تحاسبوش من بعد كي النادي الافريقي ما يخوش بطولات وكؤوس ويفشل في الانتدابات، معناها يتحاسب عليه الطاقم اللي هو مدير رياضي اول، مدير رياضي ثاني، ثم المسؤول الكبير اللي هو مسؤول على 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 انتدابات ومسؤول على كذا. راهي تقسيم الادوار، مش واحد باش يعمل كل شيء، معناها راهي ومدير فني ومدير تكويني وانديفيديوال ترينر ومدير ومدرب ذهني. لما ينجح نادي افريقي هو نجاح لرئيس النادي، لانه يعني امواله مش في حد باش يعطيك فلوس، ونجاح للطاقم كله مش نجاح لشخص. أربعة من أحسن من موجودين في السوق وأحسن موجودين في الكرة التونسية، وباش نمشيو بنادي نجمو نخرجوا ما نعتبرش أزمة. أنا ثلاثة انتصارات واثنين تعثرات للفرق اللي قدامنا ترجع المنظومة، وعندنا كأس تونس وعندنا كأس أفريقيا وعندنا إن شاء الله القادم أحسن. عبد الحق لاليمي من فيينا.